أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حقيقة من أعظم مقاصد القرآن الكريم كما نتابع ونسمع التذكير بنعم الله عز وجل. وطبيعة الإنسان أنه إذا ألف النعمة لا يشعر بها، يعني الإنسان لما بيتعود على وجود النعمة لا يشعر بها ولا يعرف قيمتها إلا إذا فقدها. ولذلك يأتي الصيام بين الحين والآخر ليحرمنا من بعض النعم لبعض الوقت لنتذكرها ونعرف قيمتها. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن الإنسان بطبيعته لا يشعر بقيمة النعمة إلا إذا سلبت منه هذه النعمة. نعم كثيرة يذكرنا بها الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم، ومعظم هذه النعم لأنها موجودة ونحصل عليها بسهولة أصبحنا لا نلتفت إليها ولا نشعر بها. فالله تبارك وتعالى هنا يذكرنا في قوله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات. عايزين نقول لكل من يحاول أن يصور للدنيا أن الإسلام غلب المرأة وحقر من شأنها، نريد أن نقول أن الله تبارك وتعالى ذكر هنا أن الزوجة الصالحة نعمة وكنز، والنعمة ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان وأن يرعاها وأن يصونها وأن يعرف قدرها وأن يعرف قيمتها وأن يعرف حقها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى حينما يقول: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. المغرضين يسيبوا ده كله ويدندنوا على الأمور، يعني بيخلو الظواهر فقط دون أن يفهموا. يكلمك عن بيت الطاعة ويكلمك عن معرفش كذا وعن كذا وعن كذا، كل ده الهدف منه في النهاية أن الإسلام ظلم المرأة وامتهنها وحقر من شأنها. والكل يعلم رجالا ونساء، والمرأة تعلم ذلك قبل الرجل، أن المرأة في ظل الإسلام مكرمة عزيزة لها كل الحقوق التي تصون كرامتها وتحفظ قدرها. يذكرنا الله تبارك وتعالى بما جعل لنا من نعمة البيوت والسكن. أنا بدل حضراتكم أمثلة فقط، نعمة البيوت والسكن، هذه النعمة أصبحنا لا نشعر بها لأننا خلاص تعودنا عليها. من أراد أن يعرف قيمة هذه النعمة فليسأل هؤلاء الذين اضطرتهم ظروف بلادهم أن يتركوا بيوتهم وأن يعيشوا في مخيمات، ليه؟
ليس فيها أدنى الحقوق الآدمية، لا يستطيع الإنسان فيها أن يحافظ على أدق خصوصياته. جعل الله لنا هذه البيوت للراحة والسكن والأمن والطمأنينة وحفظ الحرمات والعورات والخصوصيات، نحتمي فيها نحتمي بها في الصيف من حرارة الصيف وفي الشتاء من برد الشتاء، كما قال الله عز وجل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، سكن سكن للقلوب وسكن للأبدان وسكن للأرواح سكنا. نعم أيها الإخوة الكرام، وهذه النعم التي من الله بها علينا من حولنا عناصر الكون المختلفة والتي لم نعد نشعر بوجودها، لم نعد نشعر بوجودها، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكل الأنعام، منها ما يؤكل ومنها ما يركب ومنها ما يحلب ومنها ما يندفع بجلودها وأصوافها وأوبارها إلى غير ذلك من الأمور. الرسالة اللي أنا عايز أوصلها إن كل واحد فينا لو جلس مع نفسه ووقف مع نفسه وقفة تأمل ووقفة تفكر لعلم أن نعم الله تغمره وتحيط به من كل جانب وهو لا يدري وهو لا يشعر، لكن ينقصنا أن نتفكر في النعمة، نتفكر في النعمة، لكن للأسف لا نعرف قيمة النعمة إلا إذا فقدناها. لكن لو تأملنا فيما حولنا من النعم وفيما حبانا الله من الخيرات والعطايا والمنح لما وسعتنا الأوقات الطويلة نتفكر في نعم الله ونشكر نعم الله علينا. هذا هو حق النعمة وحق المنعم تبارك وتعالى، أن نشكره على نعمه وأن نشكره على عطائه وأن نشكره على فضله، لأننا سنسأل عن كل نعمة من الله بها علينا. قلت لحضراتكم سنسأل عن كوب الماء البارد، هل حمدت الله عليه؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللهم أدم علينا نعمك وأدم علينا فضلك وأدم علينا عطاءك، إنك يا مولانا ولي ذلك وأنت القادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم.